حضرة النبي قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. يعني إيه حضرة النبي بيقول لنا إيه؟ حضرة النبي بيقول لنا عايز تعيش حياتك في هنا وسعادة وتعيش في جنة الدنيا في جنة الأولى قبل الآخرة خليك سهل. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم النار على كل قريب هين لين سهل. خليك سهل، كل ما تسهل حياتك هتبقى سهلة، مش عليك بس، عليك وعلى كل اللي حواليك، وهتشوف الحياة أكثر نورا وجمالا. عشان تخليك سهل ممكن تعمل شوية حاجات دي. أول حاجة بلاش تحكم على الناس، خليك دايما مفكر إن الناس من حقهم يختاروا ويخلفوك. آخر حاجة لازم تعملها تدعي ربنا إن أنت تكون دايما سبب للسهولة على الناس. قول اللهم إني أسألك أن تجعلني بابا من أبواب التيسير على الناس حتى أرى حسن تدبيرك لي وأن أكون بابا لرحمتك فأرحم برحمة الناس، واجعلني يا رب بابا من أبواب وصول رحمتك لعبادك حتى ألقاك بذلك يا رب العالمين.